غطسان لا هو إنسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا الحيتان، شو هو؟ ملابس اللؤلؤ والمرجان. الله ما بعرف والله هذا ما بعرف. السفينة؟ نعم مش عارفين مش عارفين. شكرا. الودع. 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 الخيال. شكرا. السفينة. الصدر. السفينة. مش لصف والله. مش عارف والله. شكرا. سفنج. شكرا. كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا. اللغز بيحكي غريق غطسان لا هو انسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان، شو هو؟ لا اله الا الله والله. ترى؟ لا والله. ها؟ لا والله. ترى؟ لا والله. ايوه غريق غطسان لا هو انسان ولا حيوان ولا هو من السمك ولا من الحيتان، شو هو؟ غواصة. نعم غواصة. صحيح الغواصة. شو اسمك؟ محمد سمعين. بسرعة عرفتها. محمد شو بتشتغل؟ نجار. نجار؟ ها؟ نجار. نجار. متزوج؟ ها؟ متزوج. مليون الأردني اللي بيعمل جوائز هيك يا عمي، احنا بدنا كل سنة أو كل عام. طب تفضل لهون. مناسبة. تفضل تفضل. أول شيء السلام عليكم. عليكم. وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. احنا بنحيي التلفزيون الأردني زي ما بنشوف على البرامج الثانية بالدول الثانية انهم بيساعدوا العالم بالجوائز وبيثقفوا الناس والشباب والاجاويد اللي زي هيك. حيوم على التشجيع بالنسبه للجوائز والحزازير، وكل واحد يعرف شو في بلده. اذا كان في يعني شغلات اثريه، في شغلات يعني الواحد السياح لازم يعرف. انا اول شيء مبسوطه منك كأنك انت الربحان. نعم. وعلى هيك بدي جائزه بالاخير. الله يخليكي. حتى ولو احرام لانه بجوز انا ما بردان. لا بس انا بياخذ يعني كل هالمدح عشان تاخذ جائزه. لا شكرا. انا بهمني بشرفي، بهمني انه انا لما بشوف البرنامج زي هيك انه انا بنبسط كواحد مواطن يعني.